بالتفصيل شو صار مع شخص اجا جديد على هولندا وسلم حاله بمركز تير ابل الرئيسي، شو صار معه بالتفصيل؟ طبعا هذا الشخص تعرفت عليه عن طريق شخص ثاني وحكى لي شو صار معه بالتفصيل لحد هاللحظه، اوكي؟ انا بدي احطكم بالصوره شو عم بيصير بتير ابل وكيف الاجراءات عم تمشي، اوكي اصدقائي؟ مرحبا يسعد لي اوقاتكم، اصدقائي اليوم بهذا الفيديو مثل ما شفتوا انه لازم او مو لازم بدي اقول انه شو عم بيصير بتير ابل. طبعا هاي تجربة شخص سلم حاله بتير ابل من شي تقريبا اسبوع 10 ايام مو اكثر. حكالي اول ما راح على تير ابل اوكي فاتوا دغري على تير ابل ما ضلوا برا، فاتوا دغري على تير ابل. حطوا لهم مثل هون مثل اسوارات شي فضي شي ذهبي شي ما بعرف شو اصفر شي، وبعدين اخذوهم بالبولمانات بالباصات على محل ثاني بضمن تير ابل بعتقد تبعد شغله ربع ساعه بالباص، مثل ملعب كبير او صاله كبيره مسكره طبعا، وحطوهم ب هنيك يعني وزعوهم وزعوا لهم عفوا شراشف وما شراشف وهيك مشان النوم يعني، وكان في طقم طب هنيك الصليب الاحمر اعتنوا فيهم اهتموا فيهم صاروا يشوفوا شو لازمهم حدا مرضان شيء فيه شيء تعبانين شيء، يعني اهتموا باكبر اهتمام لهم عن جد، حتى اعطوهم وجبات اكل اعطوهم جواكيت يعني اهتموا فيهم. بعد ثاني يوم هي انا عم بحكي لكم شو صار مع هذا الشخص. ثاني يوم راحوا على تير ابل قالوا لهم انه بكره الساعه 8 الصبح 9 الصبح بتروحوا على تير ابل. راحوا على تير ابل اوكي ما فوتوهم، ضلوا برا للمساء، ضلوا من الصبح للمساء بالمسويات شي بالثلاثة أربعة رجعوا فاتوا على تير ابل، وبعدين رجعوا راحوا على نفس المحل. ليش هيك عملوا ما بعرف، يعني كان بباله شيء صار شيء صراحه ما بعرف، رجعوا راحوا على ثاني على نفس المحل اللي ناموا فيه قبل بيوم يعني. كمان نفس هاي ناموا هنيك اعطوهم اكل وهيك. ثاني يوم او ثالث يوم ثاني يوم راحوا على تير ابل ومن هنيك بودوهم على كامب بيبعد شيء ساعه ونص. انا عم بحكي لكم لانه كثير متابعين قالوا لي انه لازم احكي لنا شو عم يصير او تجربه شخص بسان لاجئ وسلم حاله بتير ابل، فانا عم بقول لكم بالتفصيل مو من اصدقائي. فراحوا على كم بيبعد شي ساعه ساعه ونص عن تير ابل، استلموهم عطوهم غرف وثلاث وجبات باليوم شي فخام على الاخر. هذا حكي هذا الشخص مو من عندي الحكي، انا علي لكم انقل حكي يعني. ف قعدوا اعطوهم رقم، هذا الرقم انه بيطلعوا بالشاشه كل يوم بس يجي هذا الرقم اوكي 50 شخص 100 شخص بيروحوا على تير ابل بيرجعوا. فهو استنى يوم يومين ثلاثه بعد شيء اربع ايام او خمس ايام معدل اسبوع راح على تير ابل امبارح او وقت امبارح بعتقد راح على تير ابل. وفي منهم راحوا على كمبودا اصدقائي، يعني ناس قسم راحوا على كمبودا قسم راح على تير ابل، هذا شخص راح على تير ابل هيك خبروني واعطوهم غرف وقالوا لهم انه لازم تستنوا هلا لنحن او الكوا يعني تروح لعندهم وتخبرهم ايمت مقابله البوليس. هو لسه ما بصم ما عمل مقابله بوليس قبل كل شيء، قالوا لهم انه استنى منا رد حتى يجيك الرد لمقابلة البوليس. اليوم اجته ورقة او اجته الكوا، راحوا الكوا لعنده قالوا له انه اليوم بكرة عفوا عندك مقابلة البوليس الصبح يمكن 10-11 الصبح. ف هذا اللي صار، هو ومجموعة من اصدقائه ومجموعة من موجودين هناك بتير ابل لازم يروحوا على الموعد. قالوا لهم انه جهز كل امورك، جيب موبايلاتك، جيبوا كل شيء لانه احتمال تروحوا على غير
بنضم تير ابل بس على غير مبنى، على غير رقم، على غير غرفه، ما بعرف شو بالتفصيل، بس هذا يلي صار بالحرف الواحد اصدقائي. اوكي انا هيك قال لي، وانا حبيت لكم لانه كثير عن جد كثير اشخاص كثير من المتابعين شو عم يصير هلا بتير ابل، دغري عم يفوت، دغري عم يفوتوا، ولا في عم ينام، يعني عم ينام برا بالتفصيل. فانا حبيت لكم اصدقائي لحتى احطكم بالجو، احطكم بالصوره. اوكي فهذا اللي صار، بس يصير شيء جديد او بس يصير في شيء جديد اكيد اجراءاته رح تمشي، هاي مقابله البوليس، بعدين رح يستنى المقابله الاولى والمقابله الثانيه، وهو وحظه ممكن يطول وممكن لا. اوكي اصدقائي، ف لهون بيكون خلص الفيديو. ما بعرف اذا عجبكم الفيديو، استفدتوا من هذا الفيديو او من تجربه، مثل ما بيقولوا تجربه لاجئ سلم حاله بتير ابل من اسبوع فيكم تقولوا، وهيك صار معه. اوكي اصدقائي، فاذا اول مره بتشوفنا وعجبك الفيديو لا تنسى تشترك بالقناه، فعل زر الجرس، وحط لايك ليوصل لاكبر عدد ممكن. اصدقائي الله يوفق الجميع، بتمنى لكم كل خير، واي سؤال استفسار فيكم تكتبوا لي تحت بالتعليقات، وعلى عيني وراسي يا غوالي انتم حبايبي، وباي باي.